you. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع هداه ورضي عنهم الى يوم الدين ايها المشاهدون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا البرنامج خير الكلام ومن قناه بينونه. شهر رمضان الذي انزل فيه القران. هدى للناس. حينما نتحدث عن اعظم ما يجده الانسان في الحياه. يجد اشياء كثيره جدا يتحدث عنها في حياته هي لها اثرها وقيمتها ومكانتها ومنزلتها فيتحدث عنها او يجدها امامه. فكيف اذا كان هذا الشيء مرتبط ارتباط وثيق وقوي بالذات الالهيه سبحانه جل في علاه. هنا يكون الحديث مختلفا ويكون الكلام له شان اخر. لماذا الاتصال بالذات الالهيه؟ يا جماعه اي شيء اتصل بالله عظم شانه. عظم شانه. وعلى الانسان ان ينظر الى ذلك الشيء او الى ذلك الامر الذي اتصل بالله. لا يتجاسر. لا يعتدي، لا يفتري، لا يتقول، لا يتكلم، بل يعظم، يعظم ذلك الأمر. مثل بيوت الله عز وجل. هذا البيت يعني بناء حاله حاله أي مكان. بناء سمن، طابوق، سجاد، ليت، إضاءة، يعني أمور موجودة في كل بيت، لكن أصبح لهذا المكان قدسية. أصبح لهذا المكان شيء مختلف عن أي بناء آخر لماذا؟ لأن هناك ذكر هناك اتصال بالله عز وجل أصبحت هذه البيوت لها مكانتها لارتباطها بالله سبحانه جل وعلا مثل الزمان الأشهر الحروم يوم عاشوراء عندك يوم عرفة وشهر رمضان وأيام لماذا ارتباطها بالله عز وجل في عبادة فلما اتصلت بالذات الإلهية كان لها شأن كذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا الكتاب الذي بأيدينا هو كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كل مؤلف إذا كتب لازم يبين أن هذا الكتاب لربما كان فيه نقص أو فيه خلل إلا كلام الله عز وجل. ليس فيه ذلك الأمر بل رب العزة جل وعلا أخبر في كتابه لا ريب فيه هدى للمتقين ما جعل كثيرا من المفكرين يقفون عند هذه الآية يقولون عجبا هذا الكتاب يتحدى أي إنسان أن يأتي بمثله أو أن يخترقه. أو أن يخترقه، ولذلك شهر رمضان هو شهر القرآن، فكيف الإنسان كيف يكون مع كتاب الله عز وجل؟ كيف يكون قراءة؟ كيف يكون فهما؟ كيف يكون تدبرا؟ كيف يكون تعلما؟ كيف يكون تعظيما وتقديسا؟ كلام الله عز وجل، لا يفتري، لا يتجرأ كلام الله عز وجل كلام مقدس لا يفتح الإنسان عليه لا يتجر عليه لأنه كلام الله جل وعلا يقف الإنسان عند حدوده وآياته ولا يتعدى فإنه من تعدى فأولئك هم الظالمون أولئك هم الظالمون ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولذلك الله سبحانه وجل وعلا صير أناسا يحفظون لنا هذا القرآن إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فلقف بداية شوف مع أدنى أدنى تعلق بالقرآن أدنى تعلق أنت بمجرد أن تنظر في المصحف يحبك الله مجرد أنك تفتح المصحف قال الإنسان في شهر رمضان بس فقط أنا يعني كان وقت قصير وفتحت المصحف ونظرت فيه مجرد النظر مجرد النظر يحبك الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن سره ان سره ان يحبه الله فلينظر في المصحف هذا الشيء الاول او الامر الاول شوف المنزله كلما تعمقت كلما اتصلت عظم الامر عظم الامر وارتفعت المنزله ارتفعت المنزلة أن بعد ذلك إلى من تلا كلام الله عز وجل انظر الذين يتلون كلام الله جل وعلا يقول صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل منهم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته هؤلاء الذين يقرؤون أطراف النهار وأنا الليل ويقرؤونه بتدبر ويتمعنون في آياته يقفون عند الآيات التي فيها الرحمة يسألون من رحمته الآيات التي فيها العذاب يستعيذون بالله عز وجل ويستجيرون من النار هؤلاء كما قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه هؤلاء الذين يرفع الله عز وجل من قدرهم يشفع لهم القرآن يأتي القرآن يشفع للعبد يوم القيامة أي ربي منعته من نوم الليل يا رب شفعني فيه فيشفع له. الاتصال بالقران ولذلك من اتصل فلا يضل ولا يشقى. والله لن يضل ولن يشقى ولن يشعر بهم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولن يشعر الا بطمأنينة قلب وسعادة روح لن يشعر الا ذلك الا بذلك الاستقرار الذي يغمر قلبه كلما اتصل الإنسان بكتاب الله عز وجل كلما كان التوفيق حليفه وكانت السعادة تملأ أركانه وجوانبه ولذلك لا بد أن نقف مع كتاب الله عز وجل وقفة المتدبر وقفة المتأمل أنت تتلو القرآن أن يعني الله عز وجل أن يرفع قدرك ويعلم من شأنك بل انت ابعدت نفسك عن طريق الذين هجروا القران وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا انت انفيت عن نفسك تلك الصفه السيئه وهي تلك الصفه صفه الذين يهجرون كلام الله عز وجل. الامر الاخر هي مساله كيفيه التدبر. كيف يتدبر الانسان القران كيف يعي احكامه كيف يعي معانيه كيف ينظر الى تفسيره يا جماعه هذا القران هذا كلام الله عز وجل لا نتجاسر ولا نفتري ولا نتقول ولا نتجرا لانه حينما تتجرا فانما تتجرا على الذات الالهيه تتجرأ على الذات الالهيه لابد ان انظر الى المعنى الصحيح شوف العلماء تكلموا في ضوابط التفسير تكلموا في هذا الجانب ذكروا هناك شروط وهناك ضوابط وهناك قواعد كثيره جدا حتى تفهم كلام الله جل وعلا هناك دلالات لغوية هناك دلالات شرعية طيب كيف يحمل هذا اللفظ على الدلالة الشرعية ومتى يحمل على الدلالة اللغوية ما هي القراءة التي إن أتيت بها حمل على الجانب الشرعي وأحيانا يحمل على الجانب اللغوي يا إلهي إيش هذا تنظر القرآن تفسره من القرآن تنظر القرآن تفسره من السنة تفسره من أقوال الصحابة أقوال التابعين أقوال تنظر ينظر الإنسان ينظر الانسان في هذا الجانب حتى يصل الى المعنى وكذلك مهما وصلت فانت في بحر علم كل يوم تغرف منه ما اجمل ان نعيش بالقران ما اجمل ان يمتلئ القلب بهذا القران بيوتنا ما اجمل هذه البيوت التي في ارجائها كلام الله عز وجل والام تقرا والاب يقرا والابن يقرا والبنت يقرا ملائكه تنزل في هذه البيوت في بيوت فيها ذكر وتلاوه قران رحم الله عز وجل افراد ذلك البيت الذين التصقت قلوبهم بكتاب الله فاصل ثم نعود اليكم مره اخرى مرحبا بكم أيها المشاهدون من جديد ومع ضيف حلقتنا فضيلة الدكتور خالد عبد السلام عبد اللطيف الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حياك الله فضيلة الدكتور حياكم بارك الله فيكم كيف أهلا ومرحبا الله يجزيك خير فضيلة الدكتور ما أسرع ما أسرع يعني سبحان الله تتابع الأيام نعم. نحن الآن في اليوم الرابع من رمضان ما شاء الله يعني قبل فترة كأنها برهة من الزمن ونحن نتحدث هل نرى الهلال في يوم الاربعاء او او لا نراه هل سنصوم يوم الخميس ام سنصوم يوم الاربعاء سبحان الله فضيلة يعمل يعني الخير سريع اي والله ونحن اليوم في في اليوم الرابع نعم. صلى الله, الله عز وجل يعني ختام هذا اليوم ما بقي الا سويعات نعم ويسدل ستاره على من احسن الله وعلى من قدم وعلى من الله عبد الله عز وجل الله. وعرفه في هذه الايام والليالي الكرام. فضل الدكتور، الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران. وفي ايات كثيره جدا. يقول جل وعلا انا انزلناه في ليله مباركه، وانا انزلناه في ليله القدر. وجبريل ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم دارسه في رمضان حتى في العام الذي توفي فيه دارسه مرتين. نجد العلماء يعني يعني مما يذكر بعض الناس قد ربما ربما لا يصدق نعم. لكن هذا واقع ان الشافعي قال انه يختم ستين ختمه اي نعم, و... نعم. والبعض أربعين والبعض خمسين نعم. والبعض ثلاثين يعني وهذه ختمات كثيره جدا نعم. لخصوصيه هذا الشهر الفضيل فضيلة الدكتور أن نتحدث بداية عن تلك العلاقة بين الصيام وبين القرآن. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. ففي الحقيقة يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر وفي أوقاتنا فيه وأن نعمر هذه الأوقات ونملأها بقراءة القرآن وبذكر الله تبارك وتعالى والقرآن الكريم يعني هو كلام الله تبارك وتعالى القديم الذي أنزله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي نفس التوقيت هو ذكر لله تبارك وتعالى فالذي مثلا يقول لا إله إلا الله هذه قرآن وذكر فالإنسان لا بد أن يغتنم أوقات رمضان وأن يملأها ويعمرها وينيرها ويعلق فيها القناديل التي تنير له إن شاء الله دنياه وبعد عمر طويل تنير له أخرى القرآن الكريم يعني ليس كتابا كغيره من الكتب لا بد أن نعلم أن القرآن الكريم روح روح وهذه الروح إن أقبلنا عليها بروح قوية مستنيرة مقبلة على الله تبارك وتعالى التقت طاقات روح القرآن الكريم مع طاقات روحية لدينا فنرتقي ونعلو ونسمو في قيمنا وفي حياتنا ويشعر الانسان في صدره وفي قلبه بالراحه والطمأنينه والسكينه والسعاده القلبيه. العلاقه بين الصيام وبين القرآن هذه علاقه قويه انتم اشرتم في هذه المقدمه الجميله ما شاء الله ان القرآن الكريم أنزل في شهر رمضان وفي ليله مباركه. اذا الله تبارك وتعالى اصطفى واختار من بين اشهر العام شهرا ليكون هذا الشهر محط نزول القران الكريم وكما قيل وورد عن العلماء والمفسرين ان الله تبارك وتعالى انزل القران الكريم جمله من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا الى بيت العزه في السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك مفرقا على 23 عاما على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طيب الله تبارك وتعالى انزله في شهر رمضان يعني في الشهر كله لا الله تبارك وتعالى اصطفى من بين ليالي شهر رمضان فإذا قلنا يعني شهر رمضان هو أفضل الشهور وأفضل الأيام من ناحية النهار يوم عرفة خير يوم يوم صحيح. عرفة وأيام الأسبوع يوم الجمعة طب وأفضل الليالي هذه الليلة التي اصطفاها الله تبارك وتعالى من بين ليالي العام كله ليلة القدر كما قال الله إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة اذا بركه القران تلتقي مع بركه رمضان وعندما نقول ما المقصد وما الغايه من صيام شهر رمضان الله تبارك وتعالى غني عن ان يجيعنا وان نصاب بالعطش او ان نمتنع عن شهواتنا الله غني عن ذلك ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم انما الفائده تعود علينا فالله قال لعلكم تتقون غايه الصيام التقوى كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والقران الكريم ما الغايه منه وما المقصد من نزول القران الكريم هذا الكلام الجليل العظيم صحيح. الى البشر تاتي الاجابه في اول سوره البقره كما قال الله هدىك. هدى للمتقين اي 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 متقي منهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم إذن الهدايه وكما ورد في الحديث يعني من ابتغى الهدى في غيره اضله الله ولذلك من عمل به اجر من قال به صدق من دعا اليه هدي الى صراط مستقيم وهو ما ان سمعته الجن حتى قالوا ان سمعنا قرانا عجبا قرانا عجبا عجيب في نظمه وسياقه وبلاغته في هدايته في ارتقائه بالروح لكن نقول الغاية من الصيام تلتقي مع الغاية الغاية من القرآن الكريم، فغاية الصيام التقوى والقرآن الكريم هو وسيلة الوسيلة إلى نيل هذه التقوى، وهو الطريق سهل. المنهج الذي به ينال الإنسان الصائم تقوى الله تبارك وتعالى، وكما يعني تعلمون التقوى ليس معناها أن أجعل بيني وبين الله وقاية لا أجعل بيني وبين الله حاجز، لا الله تبارك وتعالى قل فاسجد واقترب اذا التقوى هي وسيله القرب من الله تبارك وتعالى انما اجعل وقايه وحاجز بيني وبين ما يبعدني عن الله تبارك وتعالى صحيح. وبين ما يبعدني عن مرضات الله تبارك وتعالى في رمضان تزال الحجب عن طريق القران فمن اراد ان يكلمه الله فليقبل على القران الكريم وكما ذكرتم كثير من السلف والصحابة كانوا يجلسون طوال شهر رمضان للقرآن الكريم حتى فقط حتى كان البعض يتوقف عن الحلقات الإمام مالك وابن نعم نعم شهاب الزهري وسفيان الثوري كلها كانوا يتوقفون عن حلقات العلم ويجلسون فقط للقرآن الكريم صحيح. وبعض الفقهاء كما ذكرتم كانوا يكثرون من قراءة القرآن حتى قال البعض أليس في ذلك يعني تعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يختم الانسان القران الكريم في ثلاث. اكثر في اقل من ثلاث صحيح. ثلاث ليال ليس هناك تعارض انما ذلك في غير رمضان اما في رمضان الانسان يقبل على القران الكريم لكن هل كل الناس يفعلون هذا؟ يعني هل كل واحد لديه المقدره ان يختم القران الكريم في ثلاث او في اقل او في سبع او في ثلاث مرات في الشهر هل كل واحد لديه هذه المقدره استحالة نحن لدينا أعمال في حياتنا الدنيا لدينا مشاغل لكن الإنسان بقدر استطاعته يسعى لأن يجعل لنفسه للقرآن الكريم في أوقاته حظا ويحاول أن يشغل جميع أوقاته في أوقات الفراغ أوقات اللي فيها يعني متسع يشغل أوقاته ويملأها بالقرآن الكريم سبحان, سبحان الله فضيلة الدكتور القرآن نور نعم متى أتى هذا النور ومتى امتلأ القلب بهذا النور إلا تجد هذا الإنسان تجد يعني كل يوم مرتبط بالقرآن الكريم نعم في كل هذا اليوم هو على كتاب الله يعني عز, عز, عز وجل نعم لذلك هو يقرأه ليلاً يقرأه نهاراً يقرأه في كل وقت تجد هذا الإنسان دائماً يقرأ هذا الكلام لأنه نور نعم امتلأ آه به قلب ذلك الإنسان فضيلة الدكتور هنا في ال يعني أتيت بملمح رائع جداً هي تلك العلاقة يعني هذا الإنسان الذي يعني نظر إلى جسده نظر إلى جسده ف يعني كف جسده عن الطعام وعن الشراب نعم. ذهب إلى إصلاح الجسد من أدرانه وكذلك الروح حينما يضيق على الجسد مجرى الشيطان في أصبح نعم. أكثر التصاقا بالله عز وجل بالبعد عن الشهوات وما يثير الإنسان كذلك لما يأتي يأتي بكتاب الله كلام الله نعم عز وجل نعم يقرأه أنا الليل وأطراف النهار هناك ذلك أتى بمقوم آخر وأتى بشيء آخر نعم يملأ به جسد ذلك الإنسان فيوفق للهدى ويوفق للسداد آه نعم فطب دكتور لابد يكون هناك من واجب تجاه القرآن منا نحن نعم لأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل أنزله الله عز وجل على هذه الأمة بل هي الآية المعجزة التي أبهرت الكل بل جعلت العرب يتحيرون أمام هذا القرآن إلى فصاحته كما ذكرت إلى بديع نظمه إلى ما فيه من الأخبار ما فيه من الأنباء ما فيه من القصص ما فيه من الأحكام في تسلسله يقفون أمامه متعجبين كما وقف الوليد كما وقف فلان وفلان ينظرون إليه منبهرين وحتى الى الان نجد تلك الدراسات نجد تلك الاخبار عن من ينظر في كلام الله عز وجل لكن وقفه ذلك المتمعن المنصف نعم. ونظرها الى القران النظره الصحيحه بمعنى عنده تلك الادوات الصحيحه لا تكون عنده تلك الادوات الغير صحيحه في فهم القران لا لان القران له مفاتيح أكيد. فمن أتى بغير المفاتيح لكي يفهم م. القرآن فلن يصل إلى نوره وضيائه وفهمه علم الآلة هذا مطلوب صحيح. يعني يعني لا أن يكون عالما باللغة العربية إذا أراد يعني لكن إذا كان يقرأ على سبيل التعبد يقرأ م. وله بكل حرف طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وأميم حرف وخاصة في رمضان إذا كان في رمضان على الفريضة بسبعين والنافله تعد الفريضه فمعنى ذلك سمين. ان قراءه حرف من كتاب الله عز وجل لعشر حسنات يضاعف الى الى 700 واعطاء الله تبارك وتعالى واسع وفضله لا يحد فهي حقيقه لا بد يعني ان نفرق بين امرين بين من يقرا القران للتعبد هذا ياخذ الثواب الأجر وبين من يقرا القران للتفقه ولاخذ الاحكام هذه لها رجالها ولها علماؤها ممن امتلكوا المفاتيح كما ذكرتم أو علم الآلة علم الآلة نجد للقرآن الكريم هناك علوم تخدمه هذه العلوم التي تخدم القرآن الكريم علم القراءات علم النحو والصرف علم البلاغة علم الأدب العلوم التي تتحدث عن الإعراب هناك علوم كثيرة تخدم القرآن الكريم علم التفسير فالذي يقبل على هذه العلوم لابد أن يكون قد درس هذه العلوم يعني علوم الآلة البعض ربما يستشكل إيش الآلة يظن هي الآلة اللي ربما جهاز أو الأدوات العلوم, يعني العلوم التي بها نفقه ونعرف نعرف القرآن الكريم يعني سياق الآيات يعني النحو آلة نعم البلاغة آلة ولذلك لا يوجد تفسير واحد جمع كل علوم القرآن الكريم تجد مفسر اهتم بالبلاغة والبلاغة أداة وآلة يفهم بها قارئ القرآن الكريم سياق الآيات ويكتشف منها يعني بديع النظم كما ذكرتم من ناحيه المحسنات البديعيه، من ناحيه التشبيه، من ناحيه البلاغه عموما. وهناك مفسر اخر يهتم بالاحكام. كتاب مثلا الجامع لاحكام القران الكريم للامام القرطبي. صحيح. وهناك من اوقف وان تكلم حتى وتطرق الى البلاغه وتطرق الى النحو وتطرق الى لكنه تشعب فيه كما تشعبت وهناك من, من يهتم بقضايا العقائديه مثل تفسير الرازي او التفسير الكبير مفاتيح الغيب فكل واحد يذهب الى القرآن ويدلو بدلوه فيه ويعود بعلم شيء مفيد. كمان مثلا على سبيل المثال يهتمون الآن بمثلا الاعجاز العلمي في القرآن الكريم. يأخذ الآيات العلمية أو التي أشارت عن خلق إلى خلق الإنسان أو الآيات التي تتحدث عن الطبيعة، عن الفلك، عن الأرض، وما إلى ذلك من الأشياء التي ربما أشار إليها القرآن إشارات، لكن العالم الذي لديه المعرفة بهذه العلوم هو الذي يستطيع ان يقف على قيمه هذه الايات التي اشارت الى هذه المعجزات الوارده في ايات الله تبارك وتعالى. طبعا كيف او ما هو واجبنا تجاه القران الكريم؟ كما ذكرتم هناك اشياء الله تبارك وتعالى امرنا بها تجاه هذا الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها. من هذه الاشياء تلاوه القران الكريم. تلاوته باحكامه وتدبر اياته. هناك آيات في القرآن الكريم تأمر بذلك الله تبارك وتعالى يقول ورتل القرآن ترتيلة, ترتيلة طيب الذي لا يستطيع أو ليس لديه علم التجويد أو لا يعرف كيف يرتل القرآن الكريم يقرأ أو لا يقرأ يقرأ وله بهذه القراءة أجرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يقرأ القرآن وهو ماهر به يعني مجيد لقراءته يعلم أحكام تلاوة القرآن الكريم هو مع السفرة الكرام البررة الملائكة الكرام طيب والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع فيه يقرأ الكلمة ويعيدها مرة أخرى ربما نطقها مرة خطأ وأعادها مرة حتى يعرف نطقه الصحيح السليم قال النبي له أجران صلى الله عليه وسلم له أجران أجر لقراءته وأجر لتتعتعه في هذه القراءة فالإنسان لابد أن يقرأ لكن يعني أفهم هنا أفهم كلامك هنا دعوه لكل احد ان يعتني بالقران قراءه، ان يتعلم لا يبقى لا الانسان يعني حبيس جهله والله انا هذا مستواي وسائل الحمد لله هنا وسائل التواصل كثيره, كثيرة الان، حتى المواقع الان لا 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 تعلم نعم تطبيقات تعلم اصبح المصحف المعلم يعني منتشر صحيح فلذلك لا أذر الواحد الان منه يقول والله انا ما تعلمت سبحان الله الان هذا التطور حتى وصل لنا كيف تحفظ القران وكيف تتعلم وكيف تقرأ بلا اخطاء؟ والله يعني يعجبنا يعني بعض الناس احيانا في في مداخلات يمكن حضرتك تعلمون هذا يعني في بعض القنوات يتصل واحد فقط ليقرأ ايه صحيح. يقول فقط اريد ان اصحح الايه وان افهم اعرف معناها يعني فقط فوسائل تعلم القران الكريم كثيره والحمد لله لا يوجد في مكان الا فيه يعني المشايخ والائمه في المساجد يستطيع ان يسالهم او ان يستمع الى القران وهذا ما سهل وميسور على الهواتف كما ذكرتم يعني فالانسان لا يقصر وليس له يعني سبب في هذا التقصير فلا بد ان يقبل على كتاب الله تبارك وتعالى تلاوه وفهما الامر الثاني بالنسبه لواجبنا تجاه القران الكريم نحاول بقدر الامكان ان نتعلم ما به نصل الى فهم هذه الايات ونعرف ان كثير من الصحابه كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير معاني وايات القران الكريم. اذا قرات كلمه لا افهم معناها احاول ان اتي ببعض الكتب او بعض المصاحف التي فيها الكلمه ومعناها. هذه توصل الانسان الى فهم معاني الكلمات. فرق بين ان اقرا بفهم وان اقرا بدون فهم. فالذي يقرا بفهم يقف على جواهر القران الكريم. وبالتالي يدرك المعنى وهذا المعنى يتداخل في نفسه وفي روحه فتجد انه يشعر بالسعاده وبالطمأنينه عندما يعلم معنى كلمه في القرآن الكريم. كذلك واجبنا تجاه القرآن الكريم ان نعلم اولادنا هذا الكتاب من الصغر فهو اذا حفظ في الصغر فإن هذا الكتاب سيكون له من الآثار والثمرات التي تنعكس على أخلاقه وسلوكياته حتى على علومه في الدراسة وحتى على بيانه ولغته وفصاحته وهذا مشاهد ملاحظ وهذا ملاحظ صحيح نعم إذا فلا بد أن نركز مع أولادنا في هذه المسألة حتى قالوا أن الحفظ في الصغر كان نقش على الحجر لماذا لا اهمل اولادي الان كان في اجازه او في غير بعد الامتحانات ان شاء الله احاول ان اخصص لهم وقتا ليحفظوا يحفظوا قدرا من القران الكريم بقدر الامكان وان استطاعوا ان يحفظوا القران الكريم كاملا فالبركه والخير في ذلك اجتمعت لهم ولذلك حتى يعني علماؤنا قديما كانوا يعني يقولون لنا القران غني لا فقر معه اذا اردت الغنى فعليك بالقرآن مشجع على حفظ القرآن الكريم القرآن يعني سبيل إلى الغناء المادي والغناء الإيماني يقولون كذلك القرآن الكريم هو عصمة لك من أن يقربك أحد بسوء فالله تبارك وتعالى يحفظ الإنسان بسبب حفظه لكتاب الله تبارك وتعالى أو حفظه للقرآن الكريم حتى أن النبي صلى الله صلى عليه, وسلم. عليه وسلم شبه الإنسان المنقطع عن القرآن الكريم البعيد عنه قال بالبيت الخرب صحيح. الذي ليس في جوفه شيء من, من القرآن, القرآن شيء من صحيح. القرآن لا بد أن يكون في شيء من القرآن الكريم قال هو كالبيت الخريف فضل دكتور يعني من تجرع على القرآن نعم. يفهمه بغير أدواته التي بيّنها العلماء لا الفهم الخاطئ للقرآن الكريم أو تحريف القرآن الكريم هذه من المغالاة ولذلك يعني يحضرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إن من إجلال إلا أن أجل الله تبارك وتعالى وأن أعبده حق العبادة أن أجل هؤلاء الثلاثة من هم؟ قال من هؤلاء إكرام ذي الشيبة المسلم الشيخ الكبير المسن لا بد أن أجله وأن أكرمه وأن أنزله منزلته نعم وإجلال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه الغالي فيه هذا الذي يأخذ بعض الاحكام الخاطئه من القران الكريم ويفسر هذه الايات على غير وجهها الذي اراده الله تبارك وتعالى ولا بد ان نعلم ان القران الكريم كما قال الله مثاني انزله الله تبارك وتعالى مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين الجلود هذه اثر قراءه القران الكريم لكن قال الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها متشابها يعني القران فيه ايات متشابهه نعم وايات لها اسباب نزول وآيات لا يمكن أن تُفهم بغير أن أجمع الشبيه لها وأن أفهم لماذا نزلت هذه الآية ثم بعد ذلك آخذ الحكم، هناك ما يعرف بمناط الأحكام وهناك ما يعرف أيضا بقواعد استنباط الأحكام كما وردت في علوم الشريعة وكما ورد في علم أصول الفقه، فأنا لا أنتزع آية من سياقها ولا عن شبيهتها ثم ابني عليها حكما هذا الحكم قد اضل به كثير من الناس بل جاءت الايات محذره نعم. من ان يفتر الانسان على الله عز وجل نعم. ناخذ فاصل فضل الدكتور نعم. ثم نعود اليك ابقوا معنا ايها المشاهدون الفاصل <applause> <applause> مرحبا بكم ايها المشاهدون من جديد ومع ضيف حلقتنا فضيلة الدكتور خالد عبد نعم السلام عبد اللطيف حياك الله فضيلة نعم الدكتور فضيلة الدكتور البعض يعني لما يقول لك يا اخي الكلام الله سهل نعم فيقف مثلا يقرأ القرآن قل هو الله احد الله الصمد الصمد فيأتي بتعبيره وتفسير ومعنى نعم من عنده يعني شيء اتع في باله خلاص يعني اكيد معناها كذا او مثلا يمر على القارعة ما القارعه ايش القارعه هو قرع الابواب اذا شيء يقرع النفس ايش هذا القران هناك يعني ضوابط كما اسلفت وهناك يعني شروط في التفسير هناك قواعد متبعه هناك اليه متبعه لكن الاعتداء وان تقولوا على الله نعم المقتى ان تقولوا على الله ما لا تعلمون وكذلك أخبر الله عز وجل في, في آيات كثيرة في خطر التجرؤ على المولى جل وعلا وكذلك التطرق إلى أمور أنت في بعد عن المعنى الصحي له وفق ضوابطها الشرعية هو في الحقيقة أن الإنسان لا بد أن يكون في هذه القراءة لا بد أن يكون حذرا أن يفسر شيئا أو أن يقول شيئا بغير ما أراد الله تبارك وتعالى ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق لما سئل في قول الله تبارك وتعالى وفاكهة وأبا قالوا يا أبا بكر الفاكهة نعلمها لكن ما هو الأب فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بغير ما أعلم الله أكبر وسكت ف هذا يعني هذا الموقف من سيدنا ابي بكر يبين لنا ان الانسان لابد ان يتوقف والا يقول بغير علم وان يلجا الى العلماء او الى الكتب الثقه التي تصل به الى المعنى المراد. عندما يقرا الانسان هذه الكلمات القارعه التي هي اسم من اسماء يوم القيامه او الغاشيه او الحاقه لابد ان يقف معه لان فهمه لهذا المعنى سيؤثر في نفسه عندما يعلم ان الله تبارك وتعالى سمى يوم القيامه بالقارعه، لماذا؟ لانها تقرع الناس او تاخذ الناس او كذا، فهو يتصور الموقف والهول وبالتالي يؤثر في نفسه. لماذا الناس يصيبهم الفزع او تغشاهم الغاشيه او ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب لماذا؟ سيعلم انه بسبب البعد. عن الإيمان أو البعد عن الله تبارك وتعالى طيب وما الذي يأخذني إلى النجاة سيد كما قلنا في أول البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالإيمان بالغيب الإيمان وذلك من واجبنا تجاه القرآن الكريم أن نؤمن بما جاء في القرآن الكريم على سبيل الإجمال وأن نؤمن على سبيل التفصيل فيما جاء التفصيل به أما الذي سكت الله تبارك وتعالى عنه لا أخوض فيه لأنني عندما أخذ في هذه ربما تكون من الآيات المتشابهات والمتشابهات لا يعلمهن كثير من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها وقال الله تبارك وتعالى لا يعلم إلا, إلا الراسخون والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا آمنا به على ما جاء لأن القرآن الكريم هو يعتبر يعني كنز شامل لكثير من الأشياء التي ستحدث أو ستكتشف أو سيعرف الإنسان عبر التاريخ إلى يوم القيامة ولذلك هذا الكتاب باق إلى يوم لن ينزل كتاب آخر من عند الله تبارك وتعالى لماذا هو آخر الكتب لأن الله تبارك وتعالى استودع فيه أسرار هذه الأسرار تكتشف جيلا بعد جيل يأتي واحد من المفسرين ويقف على معاني جديدة تفيد البشرية هذا سيبقى الى يوم الى يوم القيامه، لان الله حفظ هذا الكتاب الى يوم القيامه، وبالتالي لا اخرج معاني القران ولا المراد من سياق الايات عن معناها ولا عن مرادها، الذي استطيع ان افهمه افهمه والذي لا يوجد فيه او يوجد فيه خلاف بين العلماء اسكت عنه لانه ربما يكون من المتشابه. ثم بعد ذلك لابد ان اعلم ان من واجبي تجاه القران الكريم وانا اقرا ان افهم الايات التي ترتقي بايماني وترتقي بروحي الايمانيات والايمانيات تجدها الله تبارك وتعالى ياخذ بايدينا في كثير من ايات القران الكريم الى الايات الكونيه إلى الآيات الإنسانية التي في النفس كما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تعدون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أتأمل يأخذ بنظر إلى هذا هناك ما يسمى لدى علماء اللغة والبلاغة بلفت الانتباه أو ما يسمى بكسر الإعراب وهذا لا يقف عليه إلا عالم يعني الله تبارك وتعالى يدعو علماء اللغة ليقفوا كما دعاهم دعا العرب أصحاب الفصاحة والبيان والمعلقات وغير ذلك من الشعر دعاهم إلى أن يقفوا ويتفهموا اسلوب القرآن الكريم هل هذا الأسلوب في تركيبه وبلاغته قاله بشر ربما أتى به محمد من أحد صلى الله عليه وسلم لا القرآن رد على ذلك عندما قالوا إنما يعلمه بشر قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين واضح وتحداهم أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بعشر سور أو أن يأتوا بسورة أو آية ما استطاعوا فيوجد في القرآن بعض الآيات قد تخالف القواعد النحوية يخرج علينا واحد يقول القرآن مخالف لقواعد أين مثلا يقول مثلا والراسخون يقول والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة يقول كيف يقول والمقيمين الصلاة يعني جمع المذكر السالم معلوم انه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، لماذا قال هنا والمقيمين والكلمه في سياق الرفع؟ ماشي هذا يسمى لدى علماء البلاغه بكسر الاعراب ليلفت انتباهنا الى قيمه الصلاه وهو اسلوب ما يعرف باسلوب الاختصاص اي واخص المقيمين بالصلاه لما للصلاه من مكانه فكثير من ايات القران فيها في في هذا السياق مثلا يقول ان الله فالق فالق الحب والنوى ومخرج الحي من الميت، لماذا قال مخرج إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي؟ هو قال يخرج الحي كان ممكن يقول ويخرج الميت من لكن قال مخرج الحي من الميت، خالف السياق وجاء باسم الفاعل يلفت انظارنا الى ان الله هو الفاعل الحقيقي لهذا الفلق ولشق هذه النواه في الارض حتى تنبت وتكون نخله لها ساقها مرتفعه شاهقه تخرج الباسقات كما قال القران كان الباسقات لها طلع نضيد. كذلك يلفت انظارنا مثلا الى ما في الكون وما عجائب, عجائب هذا الكون يقول مثلا الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ثمرات مختلفه سبحان الله القران الكريم يعني يشير الى اختلاف الالوان في الفاكهه وفي النباتات تجد يعني ورده حمراء ورده زرقاء ورده بنفسجيه صفراء النباتات والفاكهه تجد لدينا الأصفر والأحمر حتى في العنب الأحمر والأصفر وغير ذلك فقال ثمرات مختلفا ألوانها ثم ينتقل ويقول ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها الجبال فيها قطع تجدها حمراء فيها أنواع مختلفة فيها الرخامية فيها البزلتية فيها الجيرية طبقات يقول ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود حتى عالم الطير واختار من بين عالم الطير هذا الغراب الذي لا يتغير لونه لا في سلالته ولا في 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 نسله، لا يتغير الى لون اخر، لا، غرابه سود. ثم يقول: ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك، حتى البشر مختلفين سهي. الالوان، مختلفين الالسنه، ثم بعد ذلك يقول: انما يخشى الله في نفس الايه، ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك، انما يخشى الله من عباده العلماء من هم العلماء هؤلاء <applause> الذين وقفوا على صح. هذه الآيات ما قال هنا علماء مثلا الشريعة أو علماء الحديث نعم هم من العلماء لكن العلماء الذين ينظرون في الكون الفسيح وفي آيات الله تبارك وتعالى في هذا الكون ثم يعودون بخشوع وتذلل لله تبارك وتعالى هؤلاء الذين وقفوا على قدرة العظيم الإله الفرد الصمد ما معنى الصمد؟ قل هو الله أحد الواحد الأحد الفرد الصمد يعني السيد الذي ليس له شبيه ولا, ولا, ولا ند ولا شريك في كونه وملكه نعم فضل دكتور أنت تتحدث هنا أقول سبحان الله يعني في حديثك عن كتاب الله عز وجل أجد أن من التصق بالقرآن ومن تمسك بالقرآن، ومن أخذ هذا القرآن، ومن قرأه، ومن تلاه، ومن تدبر به، كان لابد أن يتطبع بأخلاق، نعم وأن يتحلى بأخلاق، هذه الأخلاق تسمى فيها أخلاق أهل القرآن، أو أخلاق القرآن، تجد هناك سمتاً، نجد أن في من أخذ القرآن، ومن نهل منه، ومن قرأه، ومن تدبره، له سلوكٌ لماذا سبحان القرآن وما فيه من عظمة وما فيه من قداسة وما فيه من روح وما فيه من حكمة يعني انتقلت كذلك إلى إلى من التصق بالقرآن كما أخبر رسول صلى الله عليه وسلم في هذا إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أهل القرآن الذين يعني التزموا هذا القرآن وأخذوا منه فهي تلك الاخلاق التي لا بد ان يتحلى بها حامل القران اهل القران اذا مروا بايه من كتاب الله فيها تشويق ركنوا اليها طمعا واذا مروا بايه فيها تخويف ونذير وعقاب يعني خافت قلوبهم من هذه الايه وسالوا الله تبارك وتعالى ان ينجيهم من هذا العذاب ولذلك عندما يؤثر القران في نفسه تجد هذا حامل القران يمشي بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم وصفته السيده عائشه بهذا عندما قيل لها ما خلق كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت اخلاقه؟ كيف كان يتعامل مع الناس؟ قالت كان خلق كان خلقه القران كان قرانا يمشي على الارض وانما ادبه ربه بمثل قول الله خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين حاملة كتاب الله العاملين به كما قال النبي غير الغالين فيه ولا الجافين عنه هؤلاء عباد الرحمن فقال الذين ينفون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم الى غير ذلك الى اخر الايات التي وردت في صفه عباد الرحمن فقارئ القرآن أو حامل القرآن الكريم لا بد أن يتخلق بأخلاق القرآن لا يمكن أن يمر على قول الله تبارك وتعالى ألا لعنة الله على الظالمين ويظلم أحد من الناس صح. وإلا هو مخالف لما يحفظ ولما يحمل لا يمكن أن يمر على آية تأمره بالصدق ويكذب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سورة المؤمنون بداية تلك الأخلاق العظيمة التي نعم. وصف بها ربنا جل وعلا المؤمن نعم ولذلك يعني نحن عندما نتامل يعني حتى في تاريخ السلف الصالح كان الواحد منهم ربما استمع الى ايه فيسقط او يخر مغشيا عليه لماذا نحن نسمع القران الكريم كاملا لكن ربما يعني شغلنا بأشياء أو ربما لم تؤثر فينا لكن هؤلاء صفت نفوسهم وارتقت أرواحهم لدرجة أنه عندما يسمع مثلا المرأة عندما سمعتها أتاك حديث الغاشية وجون يومئذ غاشية سقطت مغشيا عليه سيدنا عمر بن الخطاب كان إذا سمع قراءة القرآن كان يبكي وكان له خطان أسودان في وجهه من كثرة البكاء نعم هؤلاء جيل بخلاف الأجيال التي لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولانهم يعني ارتقت ارواحهم ولم يتعلقوا بما يعني تعلقنا به او بما لم تفتح عليهم الدنيا كما فتحت علينا لكن لابد ان الانسان يكون عنده رفاهيه في, في, في احساسه وان يكون يعني لديه الخشوع والروح التي تلتقي مع روح القران الكريم الله تبارك وتعالى قال وكذلك اوحينا لك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده هذا النور عندما أقبل عليه بفهم وبتدبر وبنفس صافية ولذلك مسألة النفس الصافية والإقبال عليها بروح نحن نقول رمضان شهر القرآن لماذا وشهر القرآن لأن الإنسان انقطع عن الشواغل حتى عن الطعام والشراب الآن عندما أجلس في المسجد وأقرأ القرآن لو كنت مرتبط بموعد الغداء سأخرج من المسجد وأذهب لأني مرتبط بموعد الغداء الساعة ثلاثة ولا أربعة ولا خلاف لكن الآن أنا صائم لماذا أذهب أقول أنا جالس في المسجد حتى الفطور أو حتى الفرض القادم صلاة العصر أو المغرب فأنقطع للقرآن الكريم فإذا ما جاء في الليل انقطع للقرآن الكريم والقرآن الكريم يحتاج إلى رهبان الليل لأن قراءة القرآن في الليل تختلف عن قراءته في النهار ولذلك الله اختار له ليلة لم يختر له النهار نعم كان ينزل بالنهار عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأحداث لكن لما نزل من اللوح المحفوظ نزل في الليل وقال إن نزل في ليلة ما قال في في نهار او في يوم ده في ليله مباركه فالقران هو مع اهل الليل او رهبان الليل كما الله قلت. خير حقيقه الكلام مشوق ونحن في فرصه عظيمه في هذا الشهر الفضيل فجميل نعم. ان نعتني بتلاوه القران وان يكون لنا اوقات محدده كما ذكرت في بدايه حديثك الواحد عنده اشغال كثيره جدا نعم. ارتباط عمل ارتباط اسره ارتباط ارتباطات أرتبط أرتبط كثيره جدا فلنخطط لتلاوة القرآن في هذا الشهر الفضيل بحيث أننا ننجز يعني الآن يعني السنة الماضية كنت ختمت ختمة هذه السنة تكون ختمتين نعم إن كانت في السنة الماضية ختمتين لابد تكون في هذه السنة ثلاث ختمات نعم والله لو حسبناها لو قرأ لو خصص الإنسان ساعة في يومه سيجد أنه حصل في ذلك ثلاث ختمات بإذن الله نعم عز وجل أقل أو أكثر لك الشكر فضل الدكتور على وجودك وعلى كلامك الطيب ولكم ايها المشاهدون كل الشكر ومع القران في ليلنا ونهارنا نتدارسه ونحفظه ونتلوه نور لنا ولبيوتنا ولاسرنا نلقاكم في حلقه اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.